حياكم الله من جديد مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفنا وضيفكم النائب يوسف صالح الفضالة. أبو صالح، نبي نبدأ من حيث انتهت إليه المحكمة الدستورية، اللي هو الحكم بعدم صحة الطعون المقدمة، وأيضا هذا المجلس مستمر. أنت تفضلت واقترحت اقتراح بأن المجلس يحصن. شلون المجلس يحصن؟ يحصن من شنو بالضبط؟ في الآونة الأخيرة أصبح لدينا مشكلة حقيقية بإبطال المجلس وبالطعون المقدمة، واللي حاصل أن هذه الطعون سليمة وبناء عليه تم إبطال المجلس، إما بسبب أخطاء إجرائية أو يعني مجلس 2012 أبطل، المجلس اللي بعده أبطل، وكان يعني أيضا كلام كثير عن هذا المجلس أنه أيضا يبطل. شنو الآلية اللي ممكن تحصل المجلس من الإبطال؟ تحصل المجلس من الإبطال؟ نعم، تحصل المجلس من الإبطال اللي هو النظر في الطعون المقدمة إما على مرسوم دعوة الانتخابات واللي هذا اللي قاعد يتم الطعن فيه، أو مرسوم حل المجلس. هذا القانون اللي أنا تقدمت فيه أنه يجب على المحكمة الدستورية، وهو تعديل في قانون المحكمة الدستورية، أي شخص يريد أن يطعن في مرسوم الدعوة دعوة الانتخابات أو مرسوم حل المجلس عليه أن يتقدم بالطعن بعد 3 أيام من صدور أي مرسوم فيهم. يعني قبل الانتخابات. قبل الانتخابات، يعني لما نتكلم عن مرسوم حل مجلس الأمة، من يريد أن يطعن على هذا الحل وعلى هذا المرسوم وشايف أن هذا المرسوم فيه خلل، لا 3 أيام أنه يتقدم بالطعن ماله. ومن بعده، بعد ما يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات، أي شخص شاف أن هذا المرسوم فيه خلل لا 3 أيام أنه يقدم الطعن ماله. راح تكون المحكمة الدستورية خلال فترة الانتخابات تنظر بهذه الطعون. ما يمكن يتأخر؟ هي تنظر أثناء فترة الانتخابات، لكن ممكن أيضا بعد ظهور النتائج يصدر الحكم. وهذا الاشتراط اللي حطيناه في القانون. شنو؟ أنه يجب على المحكمة الدستورية إصدار قرارها قبل يوم الاقتراع، قبل 3 أيام من يوم الاقتراع الانتخابات. فلذلك إن كان هناك إبطال يكون بالفترة اللي هي خلال فترة الانتخابات، مو بعد صدور النتائج. فهذا الموضوع راح يعني ينهي موضوع بطلان المجلس انهاء نهائي، يعني مرة واحدة ما راح نشوف مجلس مبطل مرة ثانية. وهو الآن في المناسبة أنا تقدمت فيه ومع بعض الأخوة، وهو الآن موجود باللجنة التشريعية، وحرصت بالإخوان مع اللجنة التشريعية الاستعجال فيه عشان ينظر في مجلس الأمة وإن شاء الله تتم الموافقة عليه. زين، إذا صدر حكم محكمة الدستورية قبل 3 أيام مثل ما تفضلت من يوم الاقتراع، راح تتأخر كذي الانتخابات؟ لا، ما راح تتأخر، ما له علاقة. راح يرجع بناء عليه إن تم فعلا هناك خلل في مرسوم الدعوة أو مرسوم الحل، يتم العودة إلى المجلس السابق. يتم العودة إلى المجلس السابق ويتم إصدار مرسوم حل جديد مطابق كل المواصفات الدستورية، ومرة ثانية يرجع. ولكن إحنا نتكلم أخوي أحمد، هذه مشكلة حقيقية في موضوع البطلان. اليوم جميع المرشحين قاعد يتحملون مبالغ مالية كبيرة في عمليتهم الانتخابية، الناس قاعد تبذل جهد وقاعد تحرص تروح حق المرشحين، وقاعد تطلع يوم الاقتراع في ظروف ممكن جوية صعبة، في أشخاص يعني عندهم عوارض صحية ولكن حريصين على العملية الانتخابية وتواجدون فيها. الدولة كذلك قاعد تسخر كل أجهزتها، قاعد تسخر الإعلام، قاعد تسخر وزارة الصحة. زين، هذا كله من قاعد يتحمله؟ نعم، بسبب يعني إجراء خاطئ لم يتم الحرص فيه قاعد يبطل عملية. فإحنا اللي قاعد نتكلم عنه يوم الاقتراع هو يوم يعني كل الكويت فيه مستنفرة، قاعد يتم فيه صرف أموال، قاعد يتم فيه مجهود كبير من كل قطاعات الدولة تقريبا. فإحنا لا، خل تطلع النتيجة وتم العودة بعمل بإجراء مرسوم صحيح، ومن ثم نرد إلى العملية الانتخابية. ولكن أن يتم 6 شهور من العمل داخل البرلمان
وبالنهاية تبطل المجلس، أنا أعتقد هذه طريقة ما هي سليمة. نعم، نبي نتكلم عن عضويتك في لجنة الشؤون الخارجية، أنت نعم. مقرر لهذه اللجنة. نعم صحيح. شنو دور هذه اللجنة في المحافظة على علاقة الكويت نعم. مع المجتمع الدولي، كذلك متابعة قضايا الكويت خارجيا وعقد الاتفاقيات؟ نعم، لجنة الخارجية يعني باعتقادي هي من أكثر اللجان مهمة بالمجلس، بحكم طبيعة موقع الكويت الجغرافي، نحن نقع في منطقة دائما ملتهبة، منطقة إقليمية الصراع فيها دائما مشتعل، ولذلك قيمة لجنة الشؤون الخارجية هي الحرص متابعة السياسة الخارجية لدولة الكويت. وبهذا الصدد احنا عقدنا اجتماع مع وزارة الخارجية وتطرقنا يعني للإقليم والأوضاع المحيطة فيه، وبناء عليه يعني صدرنا فكرة الآن إن شاء الله راح يتم عقدها في تاريخ 15 و16. فكرة؟ نعم. شنو الفكرة؟ الفكرة هي عقد جلسات خاصة ودعوة كل شخص نحن نعتقد له آراء ممكن أنها تساعد الخارجية، وأن هؤلاء الأشخاص ينظرون إلى زوايا أخرى ممكن وزارة الخارجية غير منتبه لها. دعونا سفراء سابقين، دعونا مجموعة من الأكاديميين، دعونا بعض المفكرين، دعونا أشخاص لهم اهتمامهم بالشأن الخارجي. راح يكون في حلقات نقاشية يتم مناقشة أوضاع المنطقة ووضع تصورات والرؤى اللي يرونها هؤلاء الأشخاص، ومن ثم نقلها إلى وزارة الخارجية، لأن ممكن يعني أنت ترى شيء وتخفى عنك أشياء. تكون وياكم وزارة الخارجية باجتماع؟ نعم ولا؟ نعم، يعني هي راح تكون حلقات نقاشية على يومين يتم المناقشة فيها. وزارة الخارجية راح يكون ممثلينها موجودين. حددتوا لها وقت معين؟ كموعدها الأسبوع القادم إن شاء الله. موعدها راح يكون الافتتاح، الجميع مدعو فيه، ولكن حلقات النقاشية تتم بشكل سري فيها. وشنو أبرز الاتفاقيات اللي تم إقرارها بهذه اللجنة؟ نعم، هناك مجموعة من الاتفاقيات، ما بين اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة، ما بين التبادل الجمركي، ولكن أبرز اتفاقية صدرت بهذا الوقت هي تسليم تبادل وتسليم المجرمين بيننا وبين بريطانيا. هذه الاتفاقية لها قيمة كبيرة، خصوصا أن يعني شفنا أن بريطانيا لم توقع هذه الاتفاقية مع كثير من الدول، ولذلك توقيع الاتفاقية بيننا وبين بريطانيا تعطي أهمية خاصة للكويت. فأول ما يعني وصلتنا الاتفاقية وافقنا عليها في اللجنة، وتم عرضها على مجلس الأمة وصادق عليها. فهذه من أبرز الاتفاقيات خلال هذا الفصل. هناك أيضا اتفاقيات قادمة ولكن لم تحال لنا من الحكومة إلى حد الآن، منها على سبيل المثال اللي هو المصادقة على اتفاقية التغير المناخي. هذه أيضا من الاتفاقيات المهمة الموجودة. نائب يوسف الفضالة، شنو أهمية أو ما هو دور الشعبة البرلمانية في تعزيز دور البرلمان الكويتي أو مكانة البرلمان الكويتي خارجيا؟ ما هي الشعبة البرلمانية؟ الشعبة البرلمانية هي الممثل للبرلمان الكويتي في الخارج، هي من تمثل البرلمان في المؤتمرات الدولية والمؤتمرات العربية، فهي وجه البرلمان الكويتي. حقيقة أنا لم أكن أدرك أهمية الشعبة البرلمانية الكويتية وقيمتها إلا من بعد ما دخلت فيها وشاركت في المؤتمرات العربية والمؤتمر الدولي الأخير في بنغلاديش. فعلا رأينا كيف برلمانات الدولية تحترم البرلمان الكويتي، وأيضا مجموعتنا العربية يعني في البرلمان الدولي نعقد اجتماع في البداية مع المجموعة العربية وقبلها مع المجموعة الخليجية. دائما الكل يزكي البرلمان الكويتي
بأن يكون هو الممثل له، إما بالمجموعة الخليجية أو بالمجموعة العربية، يزكون البرلمان الكويتي، يزكون البرلمان الكويتي أن أنتم ممثلين. وفعلا هذا اللي حصل معنا في المؤتمر الدولي الأخير، أن حصلنا على تمثيل في المؤتمر الدولي للشباب، وحصلنا على هذا المقعد من تزكية المجموعة العربية، ومن ثم موافقة الدول الأخرى على هذه التزكية، والآن يمثلنا النائب عمر الطبطبائي بهذا المؤتمر. راح نتكلم أيضا عن عضويتك في لجنة تحسين بيئة الأعمال، لكن بعد هذا الفاصل. نعم. مشاهدينا فاصل ونواصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا. النائب يوسف الفضالة، احنا كنا نتكلم بالفاصل عن لجنة تحسين بيئة الأعمال، وأنا طرحت السؤال بأنه ما شاء الله يعني اسمها طويل. نعم. يعني نبي نعرف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أول شيء شنو أبرز الملفات اللي تناقشها هذه اللجنة، وكذلك هل تتابعون تنفيذ ما قامت به أو زيادة محفظة البنك الصناعي للمشاريع الصغيرة؟ قبل كل شيء نبي نعرف ليش الاسم شيء طويل. أخوي أحمد، أنا خلنا أحكي لك قصة اللجنة من بدايتها. تفضل. جتني فكرة لجنة المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال. الفكرة منك أنت؟ الفكرة مني أنا. اتصلت على أخوي نائب راكان نصف، فقلت له أبو حمود أنا عندي فكرة بخصوص موضوع المشروعات الصغيرة المتوسطة وتحسين بيئة الأعمال، فقال لي ممتاز بالجلسة لازم ننسق مع الحكومة عشان مع النواب والحكومة عشان يتم الموافقة عليها. فقلت له تمام، فكلمت أخوي بالجلسة، كلمت أخوي خالد الروضان، قلت له احنا عندنا هذه الفكرة. قال لي ممتاز، واحنا نبي نتعاون وياكم فيها. الكل رحب. الكل رحب بالفكرة. يينا بنقرها، كان يعني بدايتها المفروض اسمها لجنة المشاريع المتوسطة والصغيرة، ولكن كلائحة داخلية موجودة ممكن راح تحوشنا عراقيل بحالات القوانين، لأن راح تكون مختصة بس بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، وإحنا الفكرة منها تذليل العقبات الموجودة لكل المبادرين، لكل من يعمل بالقطاع الخاص والمشاريع المتوسطة والصغيرة، وهذا يعني منها الإجراءات الحكومية ومنها. فتم الاقتراح أن إضافة تحسين بيئة الأعمال عشان ممكن الدش في من ضمنها قوانين كثيرة، فصار اسمها تحسين بيئة الأعمال والاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة. بس طبعا بداية اللجنة كانت 3 أعضاء، أنت مو منهم. نعم. صاحب الفكرة مو عضو. نعم ما كنت منهم، لكن بعدين طالبوا أنه يكون عدد أعضاء. نعم أكثر. لأن زادت القوانين، زادت الاجتماعات، وكنت تحضر أنت الاجتماعات وأنت ما كنت عضو. نعم. لا يعني أنا كنت أحضر الاجتماعات لأن كانت فكرتي، وأنا كنت متبني الموضوع، وكنت حاب أن حاب اللجنة تنجز شيء، فكنت أحضر، كنت حارس على الحضور. بعدين الأخوان باللجنة شافوا أن القوانين بلشت تزيد باللجنة ويحتاجون تواجد أكبر، فتم الاقتراح بزيادة العدد إلى 5، ودشيت أنا وأخوي الحميد السبيعي بالتزكية. نعم بالتزكية. شنو أبرز الملفات اللي تناقشونها بهذه اللجنة؟ نعم، واحد من الملفات واللي هو تم موافق عليه بالمجلس هي زيادة قيمة المحفظة البنك الصناعي، المحفظة الحرفية، من 50 مليون إلى 150 مليون. تم زيادة المبلغ إلى بقيمة 100 مليون، وهذا يعني فعلا التمسنا الحاجة من الأخوة في البنك الصناعي ومن الأخوة المبادرين اللي قاعد يشتغلون. فهذه أول واحد. الرقم الثاني، هناك أيضا قانون اللي تقدموا فيه الأخوة، وكان يعني من صلب الموضوع اللي هو إلغاء قانون إلغاء رأس مال الشركات والتعامل بالبريد الإلكتروني، هذا من شأنه تحسين يعني من بيئة الأعمال وسهولة إصدار التراخيص، وهذا تم الموافقة عليه أيضا بالمجلس. الآن موجود لدينا تعديل على قانون صندوق المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهذه التعديلات إن شاء الله من شأنها تمكين الصندوق بالعمل بشكل أسرع مع المبادرين، بالعمل بشكل احترافي أكثر، من خلال فرض يعني مناخ كامل للمبادر. اليوم الصندوق كان يعاني من مشاكل، وكانت المشاكل واضحة بالقانون السابق، يعني كانت مشكلة تشريعية، كان في مشكلة تشريعية بالقانون، وكان يعني حتى لما جلسنا مع الأخوة بالصندوق، لما جلسنا مع وزير التجارة وكنا نتناقش في هذا الموضوع، كان يقولوا إحنا ما نحتاج كل هذا،
ممكن وايد امور تكون موجوده باللائحه التنفيذيه ولكن موجوده بالقانون قاعد يعطل اجراءاتنا. فالان اجتماعات على قدم وساق باللجنه على هذا الموضوع، وايضا تم اقتراح موضوع عربات الاغذيه. اليوم عربات الاغذيه اللي موجوده كلها غير مرخصه، فاقترحنا على اللي هي بالشوارع اقترحنا على الحكومه بترخيص هذا الموضوع، وخصوصا احنا لما نكون عارفين انه يعني كثير اليوم ناس وشباب يبون يشتغلون، ولكن المخاطرة بعربة أغذية وغير مرخصة هذا يعتبر التحدي ما من المفترض يكون موجود. وشنو رأي الحكومة بهالموضوع؟ ما موافقين عليه، مو معارضين. لا مو معارضين، وإن شاء الله راح يرى النور بالقريب. والمشاريع المنزلية وأيضا المشاريع المنزلية من يعني من نفس الإطار، وجلسنا مع مدير عام بلدية الكويت الأخ أحمد المنفوحي وتم تطرق إلى هذا الموضوع، وإن شاء الله خلال هذه السنة راح تصدر هذه الرخص إن شاء الله. شنو تقييمك لمشاريع هيئة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص؟ باعتقادي هناك مشكلة حقيقية مو بس بهيئة الشراكة. وين المشكلة؟ مشكلة حقيقية في بطء الإجراءات. هناك أي مشروع، يعني إحنا نتكلم من متى إحنا قاعد نسمع على سبيل المثال عن مشروع المترو وأنه مشروع راح يكون شراكة بين القطاع العام والخاص. من السبب بطء الإجراءات أبو صالح؟ هناك إجراءات قاعد تتبناها الحكومة بطريقة كتابنا وكتابكم، هذا اليوم ما عاد ينفع. إذا الحكومة مو تقول هي عندها رؤية الإصلاح اقتصادية ورؤية أن الكويت يكون مركز مالي وتجاري. نعم، ولكن خلينا نكون واقعيين، هل هذه الرؤية واقعية؟ تشوفها مو واقعية؟ لا أنا ما أشوفها واقعية، وهذا تكلمت فيه أيضا بالجلسة ومناقشة برنامج عمل الحكومة. يعني خطة جدا جميلة، هذه الخطة هي مثالية مثلا؟ هي 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 ما هي خطة، هي ما هو برنامج، بس ممكن تطبق بدولة ثانية غير الكويت؟ لا يعني أبدا، لا هذه لا مثالية. لا 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 لا، نكون واقعيين، دولة ثانية عاد وإدارتهم ثانية عاد ما أدري، ممكن هم قادرين، بس إحنا هذا اللي أنا قلت لهم، اليوم البرنامج المتقدم فيه هذا برنامج أمنيات وليس برنامج عمل. لنكون واقعيين ونعرف قدر عملنا، كلنا نتمنى نطبق البرنامج اللي انتم تسوونه، كلنا نتمنى ان انتم توصلون معانا الى ابعد مدى، احنا عارفين واحنا نبي وانتم تبون، مو هذه الفكره، الفكره انتم قادرين، هذا الواقع. ولذلك احنا لما نتكلم عن لما يتم تقديم برنامج عمل وعارفين واقعنا انهم غير قادرين على تنفيذه، لا تقدم بهذه البرامج، تقول هذه أمنياتي، قول أنا أطمح، ولكن لا تقدم بهذه البرامج، في خلل حقيقي موجود بالإجراءات. تعال، وهذا الواقع أخوي أحمد، اليوم لما نتصارح بهذا الموضوع ونتكاشف ونقول عندنا خلل حقيقي هني وعندنا خلل حقيقي هني، هني بلشنا بالحل، بلشنا نعرفنا مشكلتنا، وتعال قول لي، ولكن انك تقدمني برنامج عمل انت عارف ان انت ما راح تقدر تسويه، انا اعتقد ما زلنا هم عارفين الحكومه انه ما يقدرون يسوون هالبرنامج. انا اعتقد انهم عارفين. امس كان في حلقه نقاشيه اولى لمناقشه مشاكل وحلول المبادلين، وكانت الحلقه هذه في مجلس الامه وشاركت فيها انت. نعم. ابو صالح، نعم، ايش رايك بهذه الحلقه، وهل فعلا هذه الحلقات يعني تؤتي ثمارها؟ نعم، بغض النظر اخوي احمد ان هذه الحلقات قاعد تؤتي ثمارها ولا ما قاعد تؤتي، لنكون يعني متفائلين نوعا ما بسلوك جديد، واليوم هذا السلوك ما كان موجود. انا اتكلم من بدايه المجلس، احنا يعني خلال خمس شهور يعني انا شخصيا خلال هذه اللقاءات التقيت مع الاخوان المبادرين اصحاب المشاريع الصغيره، كل من يعمل بهذا المجال التقيت فيهم 3 مرات. والدعوه الاولى كانت من الاخوان الله يمسيهم بالخير، الاخ عبد الله بوفتين وعباس الشواف، لما قاموا حلقه نقاشيه عن مشاكل الشباب ونقاش الشباب اللي كان موجود. ومن ثم الأخ خالد الروضان وزير التجارة عقد أيضا جلسة أخرى في المكتبة الوطنية للاستماع إلى المشاكل اللي تواجه أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة. أنت كنت حاضر دوما في هذا؟ أنا كنت حاضرهم، ولقاء البارحة اللي كان عاقدينه مجموعة بادر. فإحنا نتكلم خلال هذه الفترة ملتقين مع
هؤلاء الأشخاص 3 مرات. هذا سلوك ما كان موجود بالأول. الاستماع إلى الأخوة المبادرين خلال فترات ليست متباعدة وقاعد نعرض لهم يعني سواء خطتنا التشريعية وين واصلة، والأخوة الوزراء أيضا اللي كانوا موجودين في هذه اللقاءات قاعد يعرضون لهم إنه والله إحنا وين مشينا في تنفيذ هذه الإجراءات. هذا سلوك ممتاز ما كان موجود. وأيضا يعني أكلمك حتى على مستوى شخصي، أنا قاعد أقوم بلقاءات مع الناخبين، قاعد أعقدها بحلقات نقاشية. كان عندي لقاء مع الأخوة الناخبين، كان عندي لقاء مع الناخبات. هذه كلها سلوكيات نتمنى سلوكيات جديدة تثري العمل. نعم، وبإيجاز شنو صار على مسألة تأخر الصندوق الوطني لرعاية مشروعات صغيرة ومتوسطة في تخصيص أراضي صناعية للمبادرين؟ نعم، هذه واحدة من المشاكل الرئيسية، وهذا اللي تكلمنا عنه في اللقاء الثاني اللي عقده السيد خالد الروضان في المكتبة الوطنية. نعم. وهذا اللي كنا دائما أتكلم عنه وأقول له هناك توجه فعلا. المشكلة ما هي مشكلة تمويل فقط، مشكلة حقيقية بالأراضي الصناعية. وعدنا سيد خالد الروضان بتنفيذ هذا الموضوع، وأيضا ما اكتفينا، أنا شخصيا قمت يعني أقوم بدور ما هو دوري، ولكن قمت أنا أبحث عن الأراضي الصناعية وكلمت الهيئة العامة للرعاية السكنية وقالوا نعم عندنا أراضي سكنية، عندنا عفوا أراضي صناعية في مناطق جديدة جاهزة للتخصيص ونسلمها حق الهيئة العامة للصناعة. واتصلت على سيد خالد الروضان قلت له يا أبو ناصر ترى الهيئة العامة للرعاية السكنية عندهم أراضي، ما عندي علم. قلت له لا، اتصل عليهم وروح حصلها. وفعلا تم الاتصال، والآن هم في طور تسليم الأراضي للهيئة العامة للصناعة. نعم، نائب يوسف الفضالة، رغم أنك نجحت في إبعاد بعض القيادات في وزارة الصحة عن مناصبهم، إلا أنك وصفت الفساد في وزارة الصحة بأنه مستشري بشكل يفوق المتوقع، فهل هناك خطوة أخرى ستتوجه لها للحد من هذا الفساد؟ نعم، لكن واقعيين أخوي أحمد، وزارة الصحة من الأماكن اللي فعلا استشرى فيها الفساد بشكل كبير، وين ما يعني تلتفت على قطاع من قطاعاتها تجد مشاكل حقيقية موجودة. فوزارة الصحة والمشاكل الموجودة فيها ما ينوخذ على نسم واحد، وهذا اللي احنا يعني بيننا وبين دكتور وزير الصحة جمال الحربي يتم بيننا مناقشات في هذا الموضوع، ويتم تنبيهه في أمور كثيرة. نبهنا على موضوع العلاج بالخارج، وفعلا يعني وهذا حسب ما نقل له هو بالأرقام أن العلاج بالخارج تم انزال المعاملات العلاج بالخارج اللي جزء منها ما كان حقيقي، جزء منها ما كان حقيقي. تم رصد بعض المخالفات اللي تقوم بالمستشفيات الجديدة اللي في طور التنفيذ، وقاعد يتم محاسبة التقصير فيها. فحنا على تواصل مع الأخ جمال الحربي أبو خالد، وقاعد نحاول أن نتعاون بأبعد مدى. طول ما وزير الصحة وقيادات الموجودة بالصحة قاعد تتجاوب ويانا ووقت ما ننبههم، يعني هذا مفهوم التعاون اللي احنا مطلوب. ولكن مجرد ما نشوف ان هناك خلل ويتم التغاضي عنه، بالتاكيد راح نرد نوقف مره ثانيه. نعم، النائب يوسف الفضاله، متى يتم فعليا تقديم الخدمات الصحيه للمواطنين في مستشفى جابر، كذلك الخدمات التعليميه بالنسبه لجامعه الشداديه؟ نعم، بحسب تصريحات الاخ الوزير ان افتتاح مستشفى جابر من المفترض يكون خلال هذه السنة. ولكن أخ أحمد، عشان نشوف التاريخ الماضي، ترى إذا شفنا التاريخ ما راح يكون إحباط؟ أنا هذا اللي بوصل له. أنا ما قصة إحباط، أنا أحب أني أكون واقعي. كم مرة تم التصريح بافتتاح مستشفى جابر؟ ترى كان عدد تواريخ، ها؟ ونفس الشيء ترى على جامعة الشدادية، يعني نفس 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 الحالة. الفكرة مو هذه، أنا عندي قناعة داخلية إن هم ما هم عارفين.
هم ما هم عارفين، هم مو عارفين متى بالضبط، هم مو عارفين. انا لان كل اللي قاعد يحصل الان من كلام عن خصخصة، في البداية كانوا يتكلمون عن خصخصة إدارة مستشفى جابر، بعدين تكلموا عن خصخصة المستشفى وأن الناس تدفع رسوم 20%، وبعدين يطلعوا ونفوا. ففي الحقيقة هم ما هم عارفين، ولكن إحنا اللي بيننا وبين الأخوة في وزارة الصحة والحكومة تواريخ محددة، لازم يسلمونا التاريخ وبناء عليه تتم المحاسبة. أما يتم تأجيل بين فترة وأخرى، هذا يدل يعني يعطي يعني نتائج وإيحاءات أنهم ما هم عارفين، وأنا أعتقد هذا اللي هو حاصل. ولكن عشان يكون الفاصل بيننا وبينهم يجب أن يحدد بتاريخ واضح، وهذا يعني سؤال تقدمت أنا فيه، متى سوف يتم افتتاح مستشفى جابر؟ وإذا استلمنا التاريخ راح تتم المحاسبة بناء عليه. نعم، أنت تقدمت برسالة للمجلس حول شركة العمالة المنزلية. أول شيء شنو صار على هذه الشركة أو هذه الرسالة بشكل عام؟ لكن العمالة المنزلية يعني الحكومة نفس الشيء بالنسبة لمستشفى جابر وجامعة الشدادية، الحكومة مو عارفة متى يتم إنشاء هذه الشركة؟ لا، الشركة تم إنشاءها، الشركة تم إنشاءها، وهذا رد رسمي من الأخ وزير المالية على سؤال أنا تقدمت فيه. متى يتم العمل؟ يتم العمل شهر 8، يتم العمل شهر 8، ولكن وهذا اللي خلانا واللي رد عليه هذا الوزير في الجلسة، اللي خلانا نتطرق حق هذا الموضوع، واللي خلانا أبعث رسالة بالمجلس لطلب مناقشة والتحقيق في موضوع الشركة، أن فترة الأسبوعين الماضيين أصبح هناك لغط كبير على هذا الموضوع. أصحاب مكاتب العمالة المنزلية يخرجون بالإعلام ويتكلمون أن شهر 8 على حسب ما تكلموا الأخوة في الحكومة ما رح يصير شيء ولا رح يطلع شيء. طلعوا مجموعة من الأخوة من الشركة ومن اتحاد الجمعيات قالوا لا رح يصير. فهذا اللغط اللي حاصل. أنت من تشوف الأقرب للحقيقة أو للواقع إذا نقدر نقول، أصحاب شركات العمالة ولا الحكومة اللي ردت عليك؟ هذا اللي راح يبين ويانا يعني التحقيق إن شاء الله في الأسبوع القادم، من بعد الموافقة على الرسالة وتكليف اللجنة الصحية بالتحقيق في هذا الموضوع، راح يبين ويانا بالتحقيق شو اللي حاصل بالضبط. لأن كل واحد قاعد يطلع ويتكلم لنا كلام. نعم، وزير المالية تكلم وقال شهر 8 راح تبلش العمل بالشركة. الأخوة في مكاتب العمالة المنزلية قالوا ما راح يصير شيء بسبب عراقيل موجودة في بعض الدول نفسها اللي يتم إحضار منها العمالة المنزلية. فإن شاء الله عندنا اجتماع قادم الأسبوع القادم راح يتم مناقشة هذا الموضوع. قبل الاجتماع بس بإيجاز وكلمة مختصرة، أنت تتوقع أن شهر 8 يتم العمل فيها؟ والله بناء على الشواهد التاريخية ما قاعد. إنزين، رغم مرور 4 شهور من عمر المجلس الحالي، الحكومة ما قدمت مشاريع بقوانين لتنفيذ خطة عملها اللي تقدمت فيها. أنتم كنواب شنو خطتكم أو خطواتكم القادمة مقابل الحكومة؟ نعم أخوي أحمد، مفهوم المادة 50 تعاون السلطات أنا أعتقد إلى حد الآن بالفترة اللي أنت قاعد تتكلم عنه قاعد يحصل في جوانب ولا يحصل في جوانب أخرى. التعاون التشريعي اللي ما بين المجلس والحكومة غير قائم على أكمل وجه. غالبية القوانين التي قاعد تناقش اللي ناقشناها ووافقنا عليها في الجلسات هي قوانين تقدموا فيها الأعضاء، ما تقدموا فيها مشاريع حكومية. هل هذا يعطي رسالة بعدم تعاون الحكومة؟ نعم، في هذا المجال نعم. يعني الحكومة مو متعاونة وياكم؟ ما قاعد يقدمون مشاريع، يعني قدموا برامج عمل الحكومة. إذن وين المشاريع اللي أنتم تحتاجون موافقة المجلس، التشريعات اللي تحتاجون موافقة المجلس فيها؟ ما شفنا شيء، يعني ما شفنا شيء. فأنا أعتقد إحنا نتحمل مسؤولياتنا كنواب وماشيين في طريقنا، وقاعد نقدم كل القوانين اللي قاعد نشوف هناك خلل وهناك نقص تشريعي موجود فيه، قاعد نتقدم فيه وقاعد نمشي فيه. عاد هم قدموا ولا ما قدموا، إحنا ماشيين في طريقنا.
أبو صالح، هل الاتجاه نحو الخصخصة برأيك ممكن أن يعالج بعض الاختلالات الاقتصادية الموجودة في بعض الجهات الحكومية؟ نعم، يعني في بداية السؤال لو تسألني، يعني نغير شكل السؤال أخ أحمد إذا تسمح لي، تفضل. ونقول هل أنت كمبدأ للخصخصة موافق عليه؟ أقول لك نعم أنا موافق عليه. موافق؟ نعم موافق عليه. هناك فعلا بعض الأماكن والوزارات الحكومية تحتاج إحنا خلينا نتكلم بواقع، ها، وزارة المواصلات، يعني لو تسأل أي أحد، وعلى الأقل قطاع البريد فيها قطاع متهالك والحد أصلا يستخدم البريد الآن فيه. إذن هذا القطاع اللي هو الآن قاعد على كاهل الدولة والدولة ما زالت متحملته، هل هذا القطاع مو يجب أن يخصص؟ أنا باعتقادي يجب أن يخصص، ولكن لازم نميز شيء، وهذا اللي أنا قاعد أنقله أيضا للأخوة الوزراء. ما ممكن نخصص قطاعات ربحانة في الدولة، هناك قطاعات، يعني القطاعات المتهالكة فقط. نعم، هناك اللي تمثل عبء على الدولة. نعم، هناك قطاعات عبء على الدولة، وهذا الواقع، الحكومة غير قادرة على إدارتها. زي والقطاعات اللي ما فيها ربحية، يعني هي مجرد خدمية، يعني بعض القطاعات. نعم، أنا ما أتكلم، شوف هناك قطاعات اللي من شأنها دعم الناس، يعني مثل التعليم، الصحة. لا هذا أصلاً دستوريا لا يمكن تخصيصها، بس ولكن إحنا نتكلم عن بعض الخدمات اللي تقدمها الدولة لمساعدة الأشخاص. أنا ما أتكلم عن هذه القطاعات، أنا أتكلم عن قطاعات نفس ما تفضلت، البريد. ما حد يستخدم البريد، هذا نكون واقعيين، من يستخدم اليوم يرسل رسالة إلى بعض الأصدقاء ولا ما حد، وهذا قاعد يتحمل فيه الدولة وتكفل فيه بشكل ما له داعي. فاليوم خصخصة قطاع نفس هذا مهم، ولكن إني ونتكلم عن خصخصة قطاعات ربحانة وقاعد دخل إيراد على الدولة، زي ليش؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية، اليوم الدولة تجربتها في مجال الخصخصة تجربة جدا ضيقة وما كانت متوسعة فيها. فلما أني والتوجه الحكومي اللي قاعد يتكلمون عنه خصخصة القطاع والقطاع والقطاع كدفعة واحدة، هذا أيضا غير مقبول. نعم، لأنك أنت أصلا ما عندك هذه الخبرة. فأنت شلون يعني تبي تخصخص قطاعات حيوية، بعض منها قطاعات حيوية كنفس ما قاعد نسمع عن بعض الشركات النفطية وبعض، زين انت ليش تبي تخصصها في البدايه اذا هي ربحانه؟ نعم. والشيء الثاني، شلون اذا انت تفتقد الخبره في هذا المجال تخصص قطاعات، مجموعه كبيره من قطاعات دفعه واحده؟ ما ممكن، هذه الطريقه لا هي سليمه ولا هي منطقيه. ففعلا انا مع توجه خصخصه بعض الهيئات والوزارات الخسرانه واللي تمثل عبء الدوله وما قاعد تفيد المواطنين بالشكل المباشر. نعم، نائب يوسف الفضالة، برأيك كيف يمكن أن يعالج المجلس مشكلة عدم الرد على الأسئلة البرلمانية أو التأخر في ردود بعض الوزراء، وكذلك عدم تعاون بعض الوزراء في هذا الشأن؟ نعم، أنا باعتقادي موضوع الأسئلة البرلمانية هناك في حساسية من بعض الأخوة الوزراء بهذا الموضوع، أن نوجه السؤال ولكن نشوف عقب أسبوعين يطلبون تمديد، بعد فترة لا نلقاهم. هناك بعض الأسئلة تكون طبيعية ولكن الرد اللي يردون فيه إن هذا السؤال غير دستوري، وبعدها يتم استيضاح شلون ما هو دستوري، وقاعد ندخل في 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 قصة طويلة عريضة. شلون تقدرون تعالجونه؟ أنا باعتقادي يجب معالجته عن طريق اللائحة الداخلية. شلون؟ يعني وهذا اللي يعني تكلمت مع بعض الأخوة، ان اليوم لازم يكون في تعديل على اللائحه الداخليه، ان تتم مناقشه الاسئله وحتى بند الرسائل وبند التصديق على المضابط في جلسه مختلفه، ما تكون بيوم الثلاثاء ويوم الاربعاء اللي هو يوم الجلسه، يعني تكون خميس مثلا على سبيل المثال، وهذا فعلا تكلمنا فيه انه ممكن تكون في يوم خميس خصص لها جلسه خاصه. لما
يتم جلسة خاصة للأسئلة هني بعض الأخوة الوزراء راح يحسون بمدى جدية السؤال ومدى أن النائب متابع لها أسئلته، لأنه راح يتم الإجابة عليها خلال الجلسة مخصصة للأسئلة، فما يكون في مجال أو في تضييق نوعا ما على الهرب من إجابات من الأسئلة. فهذا الآن قاعد نتكلم عنه، ولكن اللي ممكن يعوقنا عنها أن خوف من حضور وعدم أن يكون في نصاب لهذه الجلسات. نعم، إحنا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، إذا عندك كلمة أخيرة تفضل فيها. أشكرك أخ أحمد، وأنا سعيد بالتواجد وياك في برنامجكم اليوم، ونتمنى ما يكون هذا لقاءنا الأخير. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا لك النائب يوسف الفضالة على إتاحة الفرصة والوقت لهذا اللقاء. نعم. فشكرا جزيلا لك. أياك الله. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مع النائب يوسف الفضالة، وإلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة نستودعكم في أمان الله.